هل يجوز اقتناء ألعاب الأطفال المجسمة مثل الحصان والكلب؟ لا، تماثيل ما يجوز لا للكبار ولا للصغار. والألعاب فيها ألعاب ما هي بصور، فيها ألعاب ما هي بصور، سيارات ولا طائرات ولا نوع من الأسلحة وكذا، تشتري منها وتبيع فيها ما يخالف. أما أنك تبيع وتشتري بالتماثيل هذا لا يجوز، ولا يجوز شراؤها للأطفال وتربيتهم على الصور يتهاونون بها. نعم.